ممكن تتقال دي اللي هي بيسموها الروت اوف ذا نيك او مدخل الصوركس او نهايه النيك. دي مدخل الصوركس قدام في ايه؟ في المانوبريا مسترنيال. على الجنبين في ايه؟ قال لك في على الجنبين الناحيه دي والناحيه الثانيه في الفيرستريب. بعد كده من ورا في ايه؟ الفيرستريب ارتكوليت مع الفيرست ثوراسيك فيرتبري. يبقى دي الباوندريز اوف ذا انليت اوف ذا سوركس، انتيريورلي مانوبريا مسترنيال، بوستيريورلي الفيرستريب، على الجنبين اللي هو بوستيريورلي الفيرست ثوراسيك فيرتبري، على الجنبين هنا يبقى في الفيرستريب. السؤال اللي بعد كده ايه الكونتنتس بتاع الثوراسيك انليت؟ فلازم اوعى قبل ما تفكر في الرسمه دي، دايما كلنا بننسى ان اللاترال بارت بتاع الثوراسيك انلت هنا والناحيه دي والناحيه الثانيه بيبقى فيه الايبكس اوف ذا لانج اللي هي قمه اللانج، وعليها السيرفايكال بلورا. يبقى هنا في ايبكس اوف ذا لانج وسيرفايكال بلورا، وبعدين فوق السيرفايكال بلورا في سوبرا بلورا الممبرين. يبقى على الجنبين هنا الايبكس اوف ذا لانج والبلورا والسوبرا بلورا الممبرين، دول على اللاترال بارت او اون ايتش سايد. نيجي في الميدل او ان ذا ميديان بلين، نيجي نقسم ايه الحاجات اللي موجوده قدامي. فقال لك هنا اول حاجه استراكشرز اللي هي التراكيه والاسوفكس، ادي التراكيه وادي الايه؟ الاسوفكس. نيجي نلاقي البلاد فيسلز، في عندي ارتريز، ايه الارتريز؟ ادي الانومينانت ارتري اهو. وبعدين ايه ده؟ ده ليفت كومن كاروتيد، وبعدين الثاني اللي هو ليفت ايه؟ سب كليفيال. نيجي بعد كده ابص الاقي هنا اهو هو الانترنال ميموري ارتري، طبعا طالع من الايه؟ من السب كليفيان ارتري، اه ادي الارتري ده اسمه الانترنال ميموري ارتري. نيجي نلاقي الفينز، قال لك هنا رايت وليفت انومننت فين، ادي ده الليفت انومننت فين وده الثاني اللي هو ايه؟ الرايت انومننت ايه؟ فين. نيجي بعد كده النيرفز، في عندي على كل ناحيه نازل فيجاس نيرف ونازل فرينك نيرف، يبقى فيجاس نيرف وفرينك نيرف وكمان بالاضافه للفيجاس والفرينك على كل ناحيه في السمباثيك ايه؟ ترانك. في الناحيه الليفت سايد بيبقى بالاضافه لكده في نيرف ثاني اللي هو ليفت ريكرنت لارينجيال نيرف اللي هو راجع من الثوركس وماشي بين التراكيه والايه؟ والاسفل. بس اوعى تنسى في الاخر ان الانلت اوف ذا ثوركس فيها على اللاترال سايد ايبكس اوف ذا لانج اند ايه؟ بلورا وسوبرا بلورا ممبرين، وبعدين في ميديان ستراكشرز تبتدي تعدهم اللي هم التراكيه والاسوفكس والارتريز والفينز والنيرفز اللي احنا قلنا عليهم. دول المنظر طبعا اللي بيوضح الانلت فيها ايه. فادي وضع عندي هنا دي التراكيه وادي الاسوفكس، دايما بين التراكيه والاسوفكس ريكرنت لارينجال نيرف، ادي الليفت انومننت فين، ادي رايت انومننت فين، ادي ليفت سب كليفيان ارتري، ادي ليفت كومن كاروتيد ارتري، ده الانومننت ارتري، وادي انترنال ميموري ارتري اللي هو نازل اهو. وبعدين عندي هنا ده في نيرفز في على كل ناحيه، ادي فرينك وادي فيجاس، ده فرينك نيرف اهو وهنا فيجاس نيرف، والمفروض بيبقى في سمباثيك فرينك وفيجاس وسمباثيك ترانك، بالاضافه لكده بلاقي ليفت ريكرنت لارينجيال.